ما بين كر وفر تظاهر المئات، تحطيم للمحال واعتداء على الحراس. دبت الفوضى في شوارع مدينة فيلادلفيا الأمريكية، حيث قام مئات الملثمين بعمليات نهب جماعي لمتاجر المدينة الأكبر في ولاية بنسلفانيا، وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بمشاهد اقتحامهم لمقار أبل وفوتلاكر ولولو لمن للملابس الرياضية، وتعبئتهم للغنائم في أكياس بلاستيكية ثم الهرب. حاول بعض حراس الأمن إيقاف هذه الفوضى دون جدوى، وقالت الشرطة إنها طاردت ما وصفتهم بالمراهقين الفارين وأوقفت عدداً كبيراً منهم. أثار توقيت تلك الفوضى تساؤلات، حيث أتى في أعقاب احتجاجات على قرار قاض أمريكي بإسقاط التهم عن ضابط شرطة أطلق النار على مواطن، فربما أنهوا مظاهراتهم ليلحقوا بنسخة آيفون 15 الجديدة.